أحسن الله إليكم. الأخت هدى محمد من الإمارات تقول: ما الحكم في لبس النقاب في أماكن بعيدة عن الرجال كالبر وطريق السفر الطويل ونحو ذلك؟ وهل إذا أمر الزوج امرأته بالتنقب عليها أن تطيعه في ذلك؟ الواجب على المرأة أن تلزم الحجاب المعتاد في بلدها، إذا كان حجابا ساترا ومحتشما تلزمه ولا تتحول إلى ما دونه. التي من عادتها أن تلبس الحجاب على وجهها كاملا وتغطي وجهها كاملا ليس من حقها أن تتنازل إلى النقاب، لأن النقاب هذا عادة لبعض المجتمعات، فعلى المرأة أنها تحافظ على حجابها الساتر في السفر وفي غيره ما دامت بحضرة الرجال. أما إذا كانت ليست بحضرة رجال فلها أن تكشف وجهها أو تكشف بعضه، لا حرج عليها في ذلك. إنما الكلام إذا كانت بمرأة من الرجال غير المحارم فإنها تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها في السفر وفي غيره، وتبقى على حجابها الأصلي الذي عليه نساء بلدها، ولا تتحول عنه إلى ما دونه، لأن التحول عنه إلى ما دونه يسبب تساهل شيئا فشيئا حتى تترك الحجاب نهائيا. نعم.